الله يعطيك العافية. بيتك هذا يا حج؟ نعم نعم بيت. الله يكون في معي إن شاء الله يا رب. راح شهداء في هذا البيت؟ ثلاث شهداء، الولدين الكبار والبنت ثلاث. وانت ايش قاعد بتسوي هنا على الركام؟ والله انا قاعد زهقان من كل هالدنيا، لان دار نسكن فيها، ولا اننا حاجه، وحكايتنا يعني مشتته، لا غطا ولا شيء ولا اي. وين بكتب؟ وين بروح؟ فبقعد عند على حجرات داري افضل، حتى لو كانوا اليهود يقتلوني انا كمان فيه. مش حتطلع من البيت يعني؟ لا مش حطلع من البيت انا، وان شاء الله باذن الله فلسطين حتضلها فلسطين، وحنضلنا نكافح حتى اخر نقطه في دم الانسان الفلسطيني. هذا اللي بنقدر نقوله، وبنقدر نشكركم انتم على هذا التوصيل لهذا الكلام. واجبنا والله، هذا واجبكم، حياكم الله.